القضية ديال المنع اولا وانتم على علم واخا وضعتوا القصه هذا السؤال. انا شخصيا ما منعت والو وكنأكد عليها، ما منعت حتى شي حاجه. اللي كيقرر باش يمشي يقرا هذا قرار ديالو شخصي، كياخذ المسؤوليه ديالو. انا ما عندي علاش نمنع، ما منعت حتى شي واحد. من جهه اخرى شكو علاش غادي تلزموا عليا ولا غادي يلزموا عليا باش نسمح لهم؟ ما عندي ما نسمح، من 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 هذه ماشي شغلي، وهذا خصو يتفهم ماشي شغلي. ونزيدكم قانونيا، ويتلقن شي واحد منكم عندهم كيعرفوا القانون، كتعرفوا شنو هي كلوز ليونين في القانون بالفرنسيه العربيه؟ ما كنعرفش شنو هي. هي كتقول حاجه، كتعطي حاجه ومن جهه اخرى كتمنعها، كترجع ما عندها حتى شي قيمه. ولكن الا مشيتي قدام القاضي وقلت بان هذا السيد عطيته انا الرخصه باش يمشي يتقيد، وفي نفس الوقت كنقول له ما يمكن لكش تمشي، علاش؟ لان انت ملزوم باش تكون في القسم وما تتحركش منه، لان هذه مسؤوليه ديالك وعلى شيء كتخلص. شنو يبغي؟ غادي يقول لك اسيدي واش انت شويه مسطي، اسمحوا لي، كتعطي شي واحد الرخصه وفي نفس الوقت تقول له ما تمشيش. ما انا ما نشاركش في هذا الشيء، هذه لان هذه جريمه. نكونوا واضحين، انا اللي مسؤوليه ديالي هي التلامذ بغيتهم يقراو والاستاذ يكون معاهم. الا بغى يمشي يقرا كاين وسائل اللي هذيك ياخذ المسؤوليه ديالو، ولكن ما يطلبش مني انا باش ننسى. وهذا بحال اللي قلتو ماشي قرار ديالي، قرار ديال الحكومه، قرار ديال الحكومه وبطبيعه الحال خصو يطبق.